تسعى الشرطة المجتمعية في محافظة صلاح الدين للسبق في حل الكثير من المشاكل المجتمعية بين عموم شرائح المحافظة بغية استتباب الأمن وحل النزاعات التي تقف في طريق عودة بعض النازحين بسبب ما خلفته حقبة داعش في السنوات الفائتة. وقد نجحت المساعي المجتمعية في فك الكثير من العقد التي وقفت عائقا لسنوات طويلة لتبعث الاستقرار وإعادة الحياة لمجراها، ولهذا تطالب الشرطة المجتمعية أهالي صلاح الدين التواصل معها لإحياء سبل حل الخلافات قبل تفاقمها. عمل الشرطة المجتمعية في المحافظة هو عمل توعوي إرشادي في المجتمع. باسمي وباسم كل منتسبين الشرطة المجتمعية، الشرطة المجتمعية جاهزة وحاضرة لأي مشكلة أسرية مجتمعية. من خلال أكو هناك رقم مجاني خاص بالشرطة المجتمعية هو 497، جاهز في نعمل خلال 24 ساعة الاستقبال كل الشكاوي والمشاكل الأسرية. من خلال هناك هذا الرقم المجاني يكون مكان مقر بغداد وزارة الداخلية، تحول إلى كل المحافظات ومنها صلاح الدين، أنه أكو مشكلة يحتاج تدخل الشرطة المجتمعية فيها. نقوم على الأثر على الفور بالذهاب إلى الموقع لحل المشكلة. نعم أكو هناك هواية مشاكل قمنا في حلها. واجبنا وعملنا ليس قانون، احنا واجبنا قبل القانون. الشرطة المجتمعية هو عملها قبل القانون. موضوعنا هو عمل تصالحي في كل مجالات العشائريه والمجتمعيه ومع النازحين، وكان الدور هناك في عمل مع النازحين والعوائل المتعففه في تقديم لهم المساعدات.